السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثالث بعنوان الكسور المتكافئة، استعمال النماذج equivalent fractions use models. سوف نتعلم في هذا الفيديو أولا كيفية إيجاد الكسور المتكافئة التي تسمي نفس الجزء من الكل باستعمال شرائط الكسور. ثانيا كيفية إيجاد الكسور المتكافئة التي تسمي نفس الجزء من الكل باستعمال نموذج المساحة. تعلمت سابقا عزيزي الطالب كيفية تمثيل الكسور باستعمال شرائط الكسور، والآن سوف نتذكر كيفية تمثيل الكسور باستعمال هذه الشرائط. كيف يمكن تمثيل الكسر ثلاثة أرباع باستعمال شرائط الكسور؟ يمكن تمثيل الكسر ثلاثة أرباع باستعمال شرائط الكسور، وذلك بتظليل ثلاثة أجزاء من شريط الكسور الذي يحتوي الأرباع كما يظهر في الصورة يسارا. والآن عزيزي الطالب كيف يمكن تمثيل الكسر ستة أثمان باستعمال شرائط الكسور؟ سوف نستخدم الطريقة ذاتها التي استخدمناها سابقا، وهي تظليل ستة أجزاء من شريط الكسور الذي يحتوي الأثمان كما تشاهد عزيز الطالب في الصورة يسارا. والآن عزيز الطالب هل شريطي الكسور أعلاه لهما نفس الطول؟ عزيز الطالب في هذه الفقرة سوف نقوم بالإجابة عن السؤال الأساس صفحة 232، والذي يقول كيف يمكن للكسور المختلفة تسمية نفس الجزء من الكل؟ تاجر مواش معتاد على تسيير قطعانه إلى السوق على نفس الطريق، مشى القطيع نصف المسافة إلى السوق، بأي طريقة أخرى يمكنني تسمية النصف؟ عزيز الطالب الكسور المتكافئة هي الكسور التي تمثل نفس الجزء من الكل. والآن كيف يمكن استعمال شرائط الكسور لإيجاد كسر مكافئ للكسر نصف؟ الطريق التي مشى عليها القطيع إلى السوق ممثلة بالشريط الأحمر هذا، لكن القطيع مشى نصف هذه الطريق، لذلك فإن هذا الشريط الوردي يمثل نصف الشريط الأحمر. والآن عزيز الطالب انظر إلى هذا الشريط الأصفر وحدد الكسر الذي يمثل هذا الشريط. ممتاز، نعم الكسر الذي يمثل الشريط الأصفر هو ربعان، لكن بالنظر إلى الأشرطة نجد أن اثنان من شرائط الربع تكافئ شريطا واحدا من شرائط النصف، لذلك فإن الكسر النصف يساوي ربعان. الكسر الربعان هو اسم آخر للكسر النصف، لأن كل منهما يستخدم نفس الجزء من الكل. والآن عزيز الطالب هل يمكن إيجاد كسر آخر يكافئ الكسر نصف؟ أحسنت عزيز الطالب، نعم يمكن ذلك من خلال التفكير في الكسور التي تمثل نفس الجزء من الكل. بالنظر إلى الصورة يسارا سنجد أن الكسر نصف يساوي أربعة أثمان، لأن كل منهما يمثل نفس الجزء من الكل. أيضا لو بحثنا عن كسر مكافئ للكسر ثلاثة أرباع فسنجد أن الكسر ستة أثمان مكافئ له، أي أن ثلاثة أرباع تساوي ستة أثمان، والسبب في ذلك أن كلا الكسرين يستخدم نفس الجزء من الكل. في هذه الفقرة سوف تقوم عزيزي الطالب بحل التدرب الموجه للرقم 2 صفحة 233، أستعمل شرائط الكسور لتساعدني على إيجاد كسر مكافئ. المطلوب هو إيجاد كسر مكافئ للكسر ربع. بالنظر إلى أشرطة الكسور نجد أن هذا الشريط الأصفر مكافئ للشريط الأزرق، لذلك فإن الربع يساوي ثمنان، لأن كلا الكسرين يمثلان نفس الجزء من الكل. في هذه الفقرة سوف نتعلم كيفية إيجاد كسور متكافئة مستعملين في ذلك نموذج المساحة. سوف ننتقل الآن إلى مثال آخر صفحة 233، يمكنني إيجاد كسر مكافئ لـ
4 أسداس باستعمال نموذج المساحة. عزيز الطالب، انظر إلى نموذجي المساحة يمينا ويسارا. نلاحظ أن لنموذجي المساحة نفس قياس الكل. النموذج الأيسر مقسم إلى أسداس، والنموذج الأيمن مقسم إلى أثلاث، لكن الأجزاء المظللة تمثل نفس الجزء من الكل، لذلك فإن 4 أسداس تساوي ثلثان. إذن الكسر 2 على 3 هو اسم آخر للكسر 4 على 6. عزيز الطالب، في هذه الفقرة سوف تقوم بحل التدريب الموجه رقم 1 صفحة 233. أقسم نموذج المساحة الثاني إلى أسداس وأضلله لتمثيل كسر مكافئ للكسر 1 على 3. لتجزئة هذا النموذج إلى أسداس فإننا سوف نقوم بتجزئة النموذج أفقيا إلى 3 أجزاء، ومن ثم نقسم كل جزء إلى جزئين رأسيا، ومن ثم نقوم بتظليل نفس المساحة. ستجد عزيز الطالب أن الكسر المكافئ للكسر ثلث هو سدسان. بهذه الخطوات نكون قد أوجدنا الكسر المكافئ للكسر ثلث باستخدام نموذج المساحة. وفي الختام نتمنى لكم التوفيق والنجاح. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.